في يوم من الأيام كان صباحا جميلا في مدينة عمان. كانت الشمس الصفراء في السماء الزرقاء، وأغنية جميلة من سيارة الغاز في الشارع، وكل شيء عادي مثل كل يوم في مركز كاسيد. حتى حدث شيء غريب جدا. خبر مهم، الصف 1A دائما سعيد، من غير الممكن انهم يدرسون اللغة العربية في الان. حاول أن تدرس هذه الحالة الآن. أنونيموس. أيمن فكر وفكر وما زال يفكر، وفي النهاية أخذ أصعب قرار في حياته. الجواب الوحيد هو مشاركات جاسوس. سلام يا جماعة، أنتم لم تروني من قبل. أنا صغيرة، أنا قوية، وأنا أقل مشهور من الجواسيس في الأردن. من البحر ميت إلى بيترا، من وادي رم إلى كرك، من أم قيس إلى أزرق. اسمي بنت بلاسود، وأنا هنا للذهاب إلى قلب في هذه الحالة. سوف أبدأ مع زيارة إلى صف 1A. ما عندهم أي فكرة أما سيؤتيك لهم. وسافر. مرحبا، من أنت يا حبيبتي؟ مرحبا، أنا طالبة جديدة. شوفي ما في. ممتاز يا شباب، هيا نغني لصديقتنا الجديدة ونأكل تاكوس. زوروني كل سنة مرة حرا، تنسوني بالمرة. واو، اليوم الأول كلهم مجانين هنا. ولكن ليس من المهم، مع الصبر كثير وأسئلة كثيرة سأعمل حتى النهاية. سأعرف إذا درسوا العربية أو لا، ولكن هذا أحسن إذا تكلمت مع كل منهم في مكان هادي. سأسأل كل طالب نفس السؤال. هاي يوم جميل، ها؟ كيفك؟ نعم، هذا يوم جميل. أنا تمام. أنا آسفة، هذا شخصي. في تركيا نأكل نزلسنز. واو، يلا خير، من بداية ممتازة. ربما الأحسن أنا أحاول بسؤال مختلف. وما هو رأيك هذا الصف يا ترى؟ هل أنت تقرأين لاب أكراسي؟ هل أنت جاسوس؟ هل عندك أي دعم؟ ممتازون، أنا سعيدة جدا 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 في هذا الصف، هذا الصف المفضل. أنا سعيدة سعيدة سعيدة. أنا بحاجة إلى تغيير استراتيجيتي. أنا لا أتعلم أشياء مفيدة هنا. ماذا قال ذلك الرجل أسد زيد؟ دعام دعام.
تلك فكرة جيدة. ربما إذا كان عندي طعام لهم سيتكلمون. هاي، هل تريد أو تريدين شاي؟ تعرفين يا بنت، إنهم يقولون إن القواعد العربية صعبة، ولكن في الحقيقة كل شيء سهل. إذا أكلت شاورما وقضيت وقت مع كتات كلاب وبونبون أو زان لعب أطفال مرفوع منصوب ومجرور أحسن شيء، ولست بحاجة إلى أن تسألي سمرس، فأنا هنا لك عندما تريدين. هل تعرفين أن المناقشة التي حدثت أمس كانت مثيرة للاهتمام جدا؟ كانت حول الانتخابات القادمة في البلدان الأوروبية. غدا سأذهب أيضا إلى مؤتمر عن الحرب في سوريا. أسفة، عندي أعمل الآن. ربما غدا يمكننا أن نتكلم عن تجربتك كأمرة أردنية. هل أخبرك أنني صحفية؟ كيك؟ شكراً. عندي سؤال ثقافي. ذهبت إلى حبيبة متجر الحلوى في وسط البلد، ولكن لم أشاهد هذا الكيك هناك. هل هو كيك أردني؟ هل تعرفين كيف يمكنني أن أطبخه؟ لو كان سمرس كيك لكنت سكره. شكرا جزيلا. ألا ينام عليك، ألا يعفيك. الحمد لله يوم الخميس، ألا يرحمه. مش معقول هذا المشمش. مشمشنا على قلبك. نورت أمان، الله يسلمك. كهو، تعرفين في مرة كتبنا قصة عن محمد المهندس وكانت رائعة. كم أحببت. كانت القصة عن ثلاثة بنات يتقابل معا، وواحدة منهن خطبت، بس لا تعرف أن واحدة من البنات كانت على علاقات بنفس الرجل، وانقطعت العلاقة فقط منذ شهرين. ثم في النهاية كل البنات يشعرون بالخجل ويذهبون إلى الصيدلية. شكرا، كان ممتع جدا. تلك المرة عندما كان الواجب هو أن نكتب رسالة حب، وأنا لم أكتب رسالة حب في الحقيقة، عكس ذلك، ولكن أظن أن الطلاب أحبه. يعني لا كرة السلة هي أفضل من الحب، أليس كذلك؟ شوكولاتة؟ هل تريدين أن تسمعي شيئا ممتعا؟ ماها ووالدها سيزورون خالد وأسرته في مصر. هذا مثير جدا، لأننا نعرفهما منذ فصول كثيرة الآن. يعني هما وأسرتهما ليسوا أشخاص حقيقيين تمام، ولكن كأنهم حقيقيون لأننا نعرف كل شيء عن حياتهم. ومها معمالة جدا، وخالد أيضا دائما حزين، ولكن معا ربما سيكون عندهما علاقة جميلة. نعم، أنا متخصصة جدا.
أتمنى أن نبدأ درس جديد غدا. أوه شكرا جزيلا. تعرفين أظن أن الفلسفة مهمة كثيرا في دراسة اللغات. مثلا خذي كلمتين موقت ومؤقت، ربما الجدر ليس بالضبط نفس الشيء ولكن هذا شاعري، أنا أستخدمهما معا في نفس الجملة. مثل هذا مؤكد أن ترى وراء الموقد. جميل. هناك علاقة بين عالم الأفكار وعالم الكلمات، وأنا أريد أن أسبح فيه مثل سمكة في البحر. هل تعرفين ما معني؟ مأسف؟ لا. لا 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 لا. أوه لماذا؟ هل تعرفين شيء؟ ليس من الممكن أن تفهميني. هذه تجربة شخصية في حياتي وحياتي فقط، ولكن سأقول شيء واحد. بلا منصف بلا بطيخ. تمام ما في مشكلة. المقابلة انتهت، الآن أعرف كل ما أردت. يا رئيس. نعم عندي كل الجواب. في الحقيقة هي فقط إجابة واحدة. في الحقيقة هو سؤال. نعم لو سمحت هل يمكنني أن أدرس في هذا الصف كل يوم؟ أن إنه ممتاز. أسد! ألوان 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 أحمر 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 أنا في التفاح موجود أنا في التوتي موجود أحمر 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 أنا في التفاح موجود أنا في التوتي موجود أحمر ريد أحمر ريد أخضر 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 أنا في العشب موجود أنا في الشجر موجود أخضر 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 أنا في العشب موجود أنا في الشجر موجود أخضر جرين أخضر اخواتي بما انه ضليت لحالي تعالوا لعندي تعالوا 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 يلا خلينا نشعله يلا صور كريمون يلا يلا جنة 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 عمورة يلا معي جنة نطة جنة نطة جنة جنة جنة